بنطالب الرئيس محمود عباس وبناشد رئيس الوزراء وزير المواصلات بحل مشكلتنا. عندنا مشكلة بارتفاع أسعار التأمين اللي بتكبلهاش العقل البشري، أسعار من 5000 شيكل، 1500 شيكل، 3500 شيكل، طبعا غير شامل، بشملش أي إشي غير بس ضد الشرطة. وإحنا بنطالب رئيس دائرة السير إنه يوجد لنا حل. ما حدش ولا شركة كابلة تقبلنا إن نأمن نهائيا. إحنا بنطالب هسه رئيس دائرة السير ومش متحركين من هون إلا تتحقق مطالبنا. يا إما بيعفونا من شركات التأمين، يا إما بيضطروا برخصولنا والتأمين غير إجباري، أو إنه بيحكوا مع شركات التأمين إنها توافق على تأمين بمبالغ عادية تتعاملوا معها بمركبة، ما يتعاملوا معها بمركبة خطرة. ضروري عليهم إنهم يقبلوا لمطالبنا، وإحنا مش متحركين من هون. وتأمين بأسعار غالية ما بيشمل أي إشي، ما بتعرف على مركبة ولا بتعرف عليك، بتعرف عليك بحالة تدفع انت للتأمين 1000 شيكل فتح تأمين، وهذا الاشي غير لائق نهائيا. وبتعاملوا معنا كأنها هاي غير مركبة، هادي بدهم يتعاملوا معنا بالقانون بمركبة، وبدها تترخص وتأمن على قوة مطورها وعلى سعرها.